السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بفكرة تحدي جديد، تحدي ملوش حل. رز بلبن، أكبر طبق رز بلبن في التاريخ. أول مرة في حياتي أكل طبق رز بلبن بالحجم ده، أنا وعبد الله الجوكر. وعايزين بقى المرة دي مفيش هزار، داخلين جد داخلين جد، واللي يخلص الأول والعقاب بتاعه شطة حامية نار، شطة حامية نار نار. بس قبلها نشوف اللايك والاشتراك. ماشي، ايه رأيك؟ يلا مستعد؟ مين؟ لا ده لازم نعده سوا. حدد الطبق، لازم قبل ما تحط المعلقة جوه الطبق تبقى مع بعضينا. يلا، واحد، اتنين، اتنين ونص، ثلاثة الا ربع، ثلاثة. ده انا هعمل دمار النهارده. حل قوي مش قادر. يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. انا عفرتكك. انا هفرجك النهارده. كسبان. رز بلبن مين وانا موجود؟ لو انت الجوكر انا ابو الجوكر. اصبر بقى عند المغرب، مش قادر يا ابني، مش قادر ابلع خلاص. لسه فيها رصيدين اول
ما انت كل ما على الدنيا اقوى انا وانا واقف بقى على معلقه على معلقتين واقف معايا يا جماعه على معلقتين. هو ما تقولش بقى انا اللي مديهالك. بتعمل ايه ده؟ خلاص انا كسبان. ما شاء الله عليك ما شاء الله. انا ما كنتش بالسرعه دي بس بكره بقى باخد بسرعه عشان ده تحدي. او خلاص المره دي كوبايه الشرب. لا مش هشرب حاجه. ما ينفعش اشرب حامي بعد الحلو. انا مالي انت اللي مختار. ما اخترتش حاجه. انت هو اللي مختار العقاب يا جماعه. لا 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 عشان عارف ان هو اللي هيكسب. طب ايه رايك لو اشرب كوبايه ميه؟ لا خلي بقى خلينا نشرب اشرب ماليش فيه. هتشرب الميه هتشرب الشتا. كوبايتين ميه. لا ماليش فيه. كوبايتين ميه في الجو الساقع ده؟ لا لو ايه مش هاد ماشي اشربها. هتشرب برضه الشتا. هاتها بس كده اشرب دي حرام عليك. اشرب مني ليك يلا. انا مش قادر. لا 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 ازاي؟ ماليش فيه. طب ما انا كنت اشربها ازاي؟ يعني انا واكل حلو واكل حلو طبق رز بلبن ما شاء الله قد كده هروح اشرب شطه بعدين؟ انت عايز تبيت ابوك في المستشفى؟ لا يا جماعه ايه رايكم يا جماعه؟ مش كده بيقسى عليا خالص. انا مختار التحدي قصدي هو اللي مختار العقوبة. طب خلاص سامحني بقى المره دي. ماليش فيه. سامحني بقى. سامحني قول سامحتك. لا طب اعمل ايه؟ طب مش هسامحك غير لما تشرب الشرب. طب شوف لي عقاب غيره ده. ليش فيه؟ شوف لي عقاب غيره. ما عنديش تسامح يا عم. قول لي اشرب كوبايتين ميه. لو هتشرب تشرب ازازه 12 لتر. 12 لتر؟ لا يا جماعه انا هشرب الشطه بس. خليك فاكر ان اللي انت بتعمله كل معاك. مره بتقول كده. ماشي شرب ازاي دي؟ انا عمري ده انا حتى كنت بروح اكل الكشري من غير شط. انا ماليش في الشط اصلا. طب اشرب منها بق كلها. بق كلها يا عم. حاميه. حاميه يا عبد الله كلها. حاميه على ابوك مش هقدر. صعبه عليا دي. شطه سوداني. شطه حاميه نار دي. انا حتى الشيبسي ما برضاش اشتري شيبسي بالشطه. لما بروح اشتري بشتري شيبسي بالطماطم بالجبنه. ماليش في الشطه خالص انا. ماليش فيه. خلاص بقى عشان الجمهور حتى. لا تشرب. اشرب. اشرب امر الله عشان انا قبلت ادخل معاه في تحدي ولازم ابقى ادي كلمتي. خلاص مش هكمل. لا ماليش فيه. مش قادر. مش قادر كلها. بعد الحلو صعبة خالص يا جماعة. صعبة. اعمل ايه؟ تشرب. ما شربت اهو خلاص. تشرب. خلاص شربتها. ليش فيه؟ عايز ايه تاني؟ انت اللي قبلت تدخل التحدي وتنهي. اعمل ايه طب؟ ما شربتها. كلها. كلها؟ عارف واحد مش هتحس يعني. صعبة خالص يا جماعة. صعبة صعبة. زي ما أكل الرز بلبن ياكل الشط يعني. أيوة سامح بقى أبوك. أبوك سامح. يلا قول لهم بقى يا جماعة عشان أنت سامحته. عشانه بس. عشان أنت مش أبويا. كنت فتحت بقه كده وحطيتها. يا جماعة اللي بيحب عبد الله يحط لايك وشير ويعمل اشتراك. باي باي.